أشهر وظيفتين للقفص الصدري هو إنه بيحمي الأعضاء الموجودة داخل الصدر زي الرئة والقلب، وإنه بيساعد في عملية التنفس. طيب القفص الصدري بيتكون من إيه؟ هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، بس الأول أهلا وسهلا بحضراتكم في المختصر المفيد. شايف ياض البودي بيلدن؟ بودي بيلدن؟ ده أنا كنت فاكره مصري زينا. القفص الصدري بيتكون من الفقرات الظهرية اللي هي ثوراسيك فيرتيبرا، وبيتكون من عظمة القص اللي هي ستيرنم بون، وبيتكون من الضلوع على الجانبين اللي هما ريبس، وآخر مكون هو غضاريف الضلوع اللي هما كوستال كارتليجز. الفقرات الظهرية عددهم 12 فقرة وبيشكلوا الحدود الخلفية للقفص الصدري، واتكلمنا عنهم قبل كده في حلقات العمود الفقري. فرحان شوية عيال دهنين نفسهم زيت، ده كان عزيت خير ربنا كتير. لكن الحدود الأمامية للقفص الصدري هي عظمة القص، واللي بتتكون من 3 أجزاء، وهم المانوبريم والبادي أوف ذا ستيرنم والزيفويد بروسيس. المانوبريم هي عظمة رباعية الزوايا، وهي أعلى جزء في عظمة القص، وبيتصل بيها أول زوجين من الضلوع. ومن ضمن وظائف المانوبريم هو إنها بتثبت عظمة الترقوة اللي هي كلافيكال بون، لأنها بتتصل بيها فبيكونوا مفصل اسمه ستيرنو كلافيكولار جوينت. والمانوبريم بتتصل بجسم القص من أسفل فبيكونوا حاجة زي أنطرة كده بارزة للأمام اسمها ستيرنال أنجل. أما جسم القص بيكون شكله ممدود ودائري، وبيكون متسنن على الجانبين بحيث يقدر يتصل بغضاريف الضلوع من الضلع الثالث للضلع السابع. أما الجزء السفلي من عظمة القص هو النتوء الخنجري زي فويد بروسيس، وهو مكان اتصال العضلات بعظمة القص زي الأبدومينال ريكتس والأبدومينال ترانسفيرس. نيجي بعد كده للحدود الجانبية للقفص الصدري وهي الضلوع، وعدد الضلوع في جسم الإنسان 12 زوج. أول 7 أزواج من الضلوع اسمهم الضلوع الحقيقية ترو ريبس، لأنهم بيتصلوا بالقص من الأمام مباشرة بواسطة غضاريف الضلوع. لكن آخر 5 أزواج من الضلوع بيعتبروا ضلوع مزيفة فولس ريبس، لأنهم ما بيتصلوش مباشرة بعظمة القص. والزوج 8 والتاسع والعاشر غضاريفه بتتصل بغضاريف الضلع السابع، لكن آخر زوجين اللي هم 11 والاتناشر بيعتبروا ضلوع عائمة فلوتينج ريبس، لأنهم ملهمش غضاريف أصلاً ومش متصلين بأي حاجة من الأمام. وحتى كده سريعة مصطلحات، المسافة الموجود بين الضلوع اللي فوق بعضها وتحت بعضها بيطلق عليها اسم Intercostal Space، وأي ضلع بيتكون بشكل عام من 4 أجزاء Head وNeck وTubercle وBody. رأس الضلع بيتصل بجسم الفقرة الظهرية فبيكونوا مفصل اسمه Costovertebral Joint، وسطح التوبيركل of the rib بيتصل بالنتوء المستعرض في جسم الفقرة الظهرية اللي هو Transverse Process of the Dorsal Vertebra فبيكونوا مفصل اسمه Costo Transverse Joint. القفص الصدري بيحتوي على فتحتين علوية وسفلية، الفتحة العلوية اسمها Thoracic Inlet، ودي بتتكون من أول فقرة ظهرية مع أول زوج من الضلوع بغضاريفهم، والفتحة السفلية اسمها Thoracic Outlet، ودي بتتكون من آخر فقرة ظهرية مع الزوج ال 12 والأخير من الضلوع والزيفويد بروسيس اوف ذا ستيرنا. وبكده نبقى خلصنا كلامنا عن القفص الصدري، وانتظرونا في مزيد من الموضوعات الطبية المختصرة.